اهلا مشاهدينا لفقرة سؤال وجائزة، وهلا بدنا نشوف شو سؤال الأسبوع الماضي ومين الناس اللي جاوبوا على الإجابة الصحيحة ونسحب السحب. السؤال كان طارق، يمكن مين شو كان السايت اللي دخلنا عليه بفقرة الإنترنت بدو استخداماته بالضبط، اللي هو الموقع اللي دخلنا عليه كان العلاقة بالسيارات، اللي هو كان جوابه اي سيارات دوت كوم. اي سيارات دوت كوم كان جوابه لا اي باصات ولا اي موتور سايكل يعني اي سيارات. اوكي، هذا بدنا نشوف مين اللي رح يفوز معنا من اللي اشتركوا بالمسابقة. اوكي، طبعا هلا السحب صار عندنا، هلا هو سحب من خلال الكمبيوتر، من خلال الموقع على الانترنت. صرنا هلا احنا نعمل عمليه السحب على اساس مفهوم احنا اللي نحكي الاوتوميشن، هاي الطريقه اللي احنا صرنا نسويها عشان يقدر الكمبيوتر لحاله اوتوماتيكيا يختار الفائز في مسابقه تبعتنا. نكبس هلا نختار عشان نختار تشوز وينر، نشوف مين الاول. اوكي، ريم الجمل، مبروك ريم، ربحتي معنا 15 ساعه اشتراك 15 ساعه انترنت لمده 3 شهور. اذا انت الفائزه الاولى معنا يا ريم، مبروك ريم على الجائزه تبعتك. وهلا نشوف مين راح يكون فائز الثاني معنا اللي راح يربح 30 ساعه. راح 30 ساعه، جهزوا حالكم شهر. اوكي، مع جهاز فاكس مودم. اورايت، نشوف مين راح يفوز معنا. هلا في عندنا كمان شادي تيسير احمد، كمان مبروك على الجائزة الثانية اللي هي عبارة عن 30 ساعة اشتراك 30 ساعة لمدة شهر زائد جهاز فاكس مودم. جهاز اتصال. هلا نشوف مين الفائز الثالث والأخير معنا اللي هو بياخذ أكبر جائزة هلا. اللي هي اشتراك لمدة 60 ساعة، عبد الرحمن نائل. أيوه، عبد الرحمن نائل 60 ساعة، عبد الرحمن نائل هاشم بالزبط. 60 ساعة لمدة شهر زائد جهاز فاكس مودم. جهاز اتصال فاكس مودم. مبروك على الفائزين معنا في حلقتنا اليوم، وان شاء الله حظنا اوفر للي ما فازوش معنا في حلقتنا. جربوا حظكم الاسبوع الجاي على هذا السؤال اللي هلا رح نشوفه على الشاشة. بالضبط. في الاسبوع طبعا الكمبيوتر طرح لنا السؤال اللي هو ايش اسم الموقع اللي كان في فقرة التجارة الالكترونية اللي حكينا عنه، اللي هو هل هو ebay.com او هل هو ebay.net او هل هو eboy.com. يعني مش عارف والله، شغله هي بيمك صعبه، يعني سؤال صعب، بس الله بيعينكم على السؤال هذا. طبعا تقدر توصل كل الاجوبه على اللي هو موقع atjtv.com. وطبعا لاحظ الواحد لازمكم ممبر عشان يقدر يشارك معنا في البرنامج في تبعتنا الفقره هاي تبعت اللي هي الكومبيتيشن. هيك بتصور احنا هيك انتهينا من فتره نحكي وقتنا لبرنامجنا لليوم. ان شاء الله يكون برنامجنا لليوم عجبكم واستفدتوا منه قد ما بتقدروا. شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.